طيب نروح لملف تاني، وحضرتك اكيد كنت متابع الاحداث الاخيره الخاصه بالتحكيم، والتحكيم يمكن في الاسابيع الاخيره من الدوري من 3 4 اسابيع كان في جدل كبير جدا. بدايه طبعا عندنا مباراه البنك الاهلي، وكان في قبلها مباراه وادي دجله، دلوقتي كمان مباراه الزمالك واسوان، يعني جدل في الشان التحكيمي بشكل كبير جدا جدا. ويمكن في بكره اجتماع اللجنه الخماسيه عامله اجتماع، ايه رايك يعني في الاول في نظريتي ان انا بجمع فرق الدوري الممتاز واتكلم معاهم في موضوع التحكيم ده، يعني شايف الاجتماع ده ازاي يا استاذ محمود؟ هو عامل اجتماع بكره اللجنه الثلاثيه مع معظم انديه الدوري، بيتكلموا في المشاكل التحكيميه وازاي نعالج الامور ديت، ويعني انت ايه رايك اولا؟ بص حضرتك، كل نادي بيدافع عن مصالحه، اكيد اكيد ده امر طبيعي جدا. لكن واحنا حضرتك قبل كده اتكلمنا في التحكيم مع بعض، مش اتكلمنا في التحكيم في كتير. التحكيم كتير ولا اتكلمنا؟ قلنا ايه من الحاجات المهمه جدا؟ انا شايف انت عملت بيان التحكيم المصري اقدم تحكيم في العالم وفي افريقيا وعندنا. يا جماعه ماشي اوكي، على عيني وعلى راس، انا ماليش دعوه بالتاريخ، انا ليه دعوه بالحاضر. دلوقتي انا عندي مشكله، ايه الاليات اللي انت هتضعها؟ هتعمل اجتماع مع الانديه، مع رؤساء الانديه، هتجيب كل الانديه اللي بتلعب كره في مصر. مش هو ده الحل من وجهه نظري؟ يعني رغم ضيق الوقت والكلام ده، وانه اللجنه الثلاثيه اللي بتدير ما نعرفش هل هتستمر ولا الوضع هيبقى عامل ازاي، ولا هنستنى تطوير من امتى؟ واحنا بنتكلم على تطوير التحكيم في مصر، وقلنا نجاح منظومه التحكيم وامتلاكها الشخصيه هو عنوان لنجاح المسابقه، وان هو بيضعها في مستوى اعلى. قلنا قبل كده بصوا على التحكيم المصري يا جماعه في العشر سنين الاخيره، قولوا لي اطقم التحكيميه فينها دورها في افريقيا، يعني في البطولات الافريقيه في المباريات المهمه جدا، رحنا وصلنا لغايه فين؟ يا اما في الادوار التمهيديه، لكن في النهائيات بتبقى مش موجود الا قليل قوي، في الكونفدراليه ممكن سيمي فاينل، لكن ما بتروحش، ما عندكش طقم تحكيم مصري. مثلا عمل النهائي مثلا يعني مثلا الرجاء او الوداد مثلا، الترجي لا جابوا بكر ما فيش واخد توكيل، انت مش محطوط على الخريطه. يعني على فكره ولو في جمهور في المدرجات، الحكام الحاليين هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا على فكره، يعني في جمهور والجمهور في 50 60 الف، هيبقى الوضع مختلف، ما عندكش خبرات. انا مش عاوز تدعوا لي، هتجيب المسؤولين في الانديه هتكلموا في ايه؟ يعني هتسمعهم هيقولوا لك الشكاوى؟ ما الشكاوى واضحه، انت لابد كاتحاد كوره كمسؤول تعين، يعني تقول انا ايه الحاجات الخطوات اللي هاخدها عشان اصلح التحكيم، يعني ارتب اعمل قرار ان انا خلاص يا جماعه عندنا مشكله في التحكيم، وحصرنا احنا عندنا 100 حكم 70 حكم 80 حكم منهم دولي 7 اطقم او 8، عندنا فلان والحدوته، وعندنا جيل طالع بناهله. طب انا هقول لحضرتك عندنا ابناء التحكيم، هاخد من الجزئيه ديت عشان تكمل. يعني اللجنه الثلاثيه بتتحمل مسؤوليه التحكيم في الفتره اللي فاتت على الشركه المخصصه لتقنيه الفار، يعني بتقول هي المسؤوله بشكل كبير جدا عن المشاكل التحكيميه الموجوده دلوقتي، ودي رؤيتهم من خلال جزئيه الفار، لان طبعا خلاص التحكيم والفار بقى جزئيه واحده ما تقدرش تفصل يعني. فدلوقتي هي اللجنه الثلاثيه جايبه كمان بعض المسؤولين في شركه التقنيه المسؤول عن الفار، وبتقول لهم لا ده انتوا السبب في ان بتسببوا مشاكل الحكم. يعني هنا في انا كلام حضرتك 10 10 دي نقطه مهمه جدا وانا هرجع لها. طيب. بس انت المفروض هنا كلجنه كاتحاد كوره كمسؤول بتقول ان انا المفروض يا جماعه اعلن ان انا هطور التحكيم بيه، او اقول واحد واثنين وثلاثه واربعه، عندي مرحله اولى هعمل كذا، عندي مرحله ثانيه هعمل كذا، واتكلم على جزئيه ايه؟ ابناء الحكام اللي هم دلوقتي بقوا موجودين في الفار، بندربهم بنساعدهم وبنحطهم. طيب هل انت في جزئيه الفار عاوز تحمل المسؤوليه؟ مثلا هنا نحمل المسؤوليه الفار، هل انت يعني عديت كوادرك بالصوره ودربتهم؟ بيقول لك التدريب بيحتاج 6 شهور، يعني على تقنيه الفار على تقنيه 6 شهور، انت كلهم 35 يوم، هل يعني عندك التصوير جيد جدا؟ تصوير بالكاميرات، عدد الكاميرات، ما انا بكلمك اهو، تصوير جيد جدا. هل الناس دي خدت الخبره؟ جه حد علمها ازاي حلل الصوره؟ يعني ولا انا بجيب الصوره بديها للناس وهي بتتفرج، ويبقى في صوره ثانيه مديها للحكم؟ يعني ومين المسؤول بيجيب الصوره؟ هل هو المخرج ولا بتاع الفار اللي جوه؟ طب هو عنده قدره وخبره انه يتعامل مع الجهاز اللي قدامه بحيث انه يجيب اللعبه؟
طيب الحكم لما بياخد قرار اللي المفروض من خلال البروتوكول ان الحكم هو سيد قراره، يعني ممكن الفار يقول له بنالتي ويقول له لا مش هحسبها بنالتي، هو سيد قراره. انا سيد قراره صح، لكن انت حسبت جول زي جول الاهلي، الراجل بتاع الفار راح له قال له ايه؟ قال له لا تعالى ده الكوره مش فاول، الكوره مش جول، الكوره فاول. هو في الحاله دي تدخلت ليه في الوقت ده؟ على اي اساس بنيت موقفك؟ ماشي، زي مثلا مشكله ماتش الزمالك واسوان، خلاص الحكم راح للفار في لقطه وما راحش في ايه؟ في لقطات تانية. الجميع اهلي زمالك اسماعيلي كل الـ 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 يعني الانديه الموجوده اللي كلها اكيد بتطالب في العداله، مش حابب نبره اللي بيروج لها البعض انه في نادي قال وحده هو المستفيد من اخطاء التحكيم. ما فيش الكلام ده في العالم كله. انا بكلمك، لا بلاش دي، بلاش دي، الاخطاء الكل بيستفيد منها، والحكم بشر وقراره بيبقى جزء في السنه. انا بطالب اتحاد الكوره يا باشمهندس احمد، يعني انا عارف الموضوع المسؤوليه صعبه والموقف صعب والدنيا مش عاوز اقول لك ده لذيذ، لكن انت لازم تقول للناس اللي تقعد معاهم بكره انا هعمل ايه، انت مش هم هيقولوا لك انت هتعمل ايه، انت لازم تقول ان انا هطور التحكيم،